جتاهت خدتها الريح في الباهت مع المجاريح. ومين فينا كتب مكتوبه بمزاجه بمزاجه؟ مين فينا أخد بس اللي محتاجه؟ ومين فينا كتب مكتوبه بمزاجه بمزاجه؟ مين فينا أخد بس اللي محتاجه؟ بنتحسر بدمع العين واللي عايشين نجيب الحق على غيرنا ومش عارفين قلوبنا فين. الضربة المرة دي برضه مؤثرة جدا بفضل الله. 8 جنود انقلابيين في ضربة واحدة. الأهم يا شيخ إن احنا في أمان. تبنى ساحل الشمالي يومين هدي أعصابك. أسافر؟ آه. خطتك فشلت يا رضوان. خطة إيه يا عبد الوهاب؟ استرجع نبيلة والولاد. قلت لي سماح هتروح تدعيهم ولما هيجي الفرح هيدوب الجليد والماء ترجع لمجاريها. لكن ما جاش. طب تقعد لوحدك ومبوز كده يا اخي احسن الظن بربك. نبيله مصممه على الطلاق وشكلها كده بتحرجم عشان يحصل. حتى لو حصل انا مش هتنزل على الولاد ابدا. صلى على رسول الله ويرضى بما قسم الله لك. عمي غص قومي نرقص على الواحد ونص وقلبي طاير فيكي وعمي غص.
انت بيتي ومطرحي. مبروك يا روحي. الله يبارك فيك يا حياتي. اخيرا حلمنا اتحقق. انا النهارده اسعد واحده في الدنيا. مفيش اسعد مني في الدنيا دي كلها النهارده. سماح، انا حاسس ان انا عايش معاكي اجمل ايام حياتي. ايه حكايتك يا وليه؟ ايه؟ كل شويه تقولي لي انا احب الشد والشده تحب. غني لي شوي غني لي وخد عيناك. عسل عسل يا طلب عسل. ايه رايك؟ مبسوطه يا مانجا؟ الا مبسوطه. مبسوطه دي كلمه قليله. عارف انا مش عارفه اقول لك ايه، لكن ايه حكايه المانجا دي؟ انت لسه فاكر كوبايه الكوكتيل اللي جبتها لي اول مره شفتك فيها؟ ما ده كوكتيل الوصل حياتي. كوكتيل خلاني اعيش اجمل ايام حياتي، وخلاك كمان تضرب ألد اعدائك في مقتل. ولسه شاف حاجه وحياه عينك الدبالي دول لا يشوف ايام اسود من قرن الخروب. وحتشوفي حتشوفي، وان غدا لنظره قريب. يوه، هو احنا لسه هنستنى غدا يا سبعي؟ ايوه يلا عشلي. احبك. انا احب شاديه تحبني. يا ساتر على البتاع ده اللي قد الكف ويرن في اليوم اكتر من 1000. الون، ايوه حراره يا ابني. بترن عليا ليه؟ ما انا جاي على الطريق اهو. بتقول ايه؟ شادي اخت نادي اتجوزوا الطلبة السرجاني وبياخدوا شهر العسل في الساحل. ماشي يا سيدي، غني لهم بقى يا اللي على الترعه حود على الساحل. بقول لك يا حراره، فكك من شادي اخت نادي وخلينا في البيسبس والمام. الناس دي ليها رؤى واخلص منها القديم والجديد. اسمع اللي بقول لك عليه واقطع الحراره واقفل. يلا سلام. الله، في اخوانا دي المعزه كلت ولادها وولاد بنت عمتها كمان. الله، ماشي يا طلبه يا سرجاني، ماشي. قابل بقى ان ما كنت اخليك انت والساحل بسوق البحر. ما بقاش شيحه ابن ام شيحه. ماشي يا طلبه، ماشي يا شاديه. ايوه يا والدي، بس وجودي هنا في المرجع هيخليني اسيب شغلي اللي في المانيا. انت بتقول ايه؟ وجودك في المانيا المهم، على الاقل بتدخل وتخرج من غير ما حد يشك فيك. ايوه، لكن ما لكنش. احنا قطعنا المسافه دي كلها ليه؟ عشان انا وعمك الخربطلي نبعد عن الخطر. ايوه، بس مش هينفع انا اروح المشاوير دي كلها من المانيا للمرج ومن المرج للمانيا كل يوم. قول اللي في ضميرك. والله انا قصدي ما دام اعادي في المانيا ضروري ومطلوب يبقى افضل هناك على طول. ان شاء الله بيت في المحل. وبيت في المحل ليه؟ بيت عند رضوان، هو مش بنته اتجوزت؟ يعني عنده اوضه فاضيه. أبات عند عم رضوان في بيته؟ ده أحسن مكان تبقى موجود فيه، على الأقل تبقى قريب منه، تعرف هو بيفكر فيه وناوي عليه. كلام إيه اللي بتقوله ده يا حرارة؟ ده مش كلامي عدم المؤاخذة كفاءة، ده كلام الكبارات وقرارهم. قرارهم إنهم ينزلوا حصتي للتلت. التلت يا حرارة. شفت؟ أنا كنت عارف إنك هتزعل وتزعبب، بس كان لازم أقول لك يا كفاءة، إن شاء الله تفش غلبك فيا أنا. وما تهدى كده ان شاء الله نروح نقعد معاهم ونفهم العباره. لا، اللون ده غامق وراه ريحه مش عجباني. في حاجه عجيبه حاصله. حصه شيح الضو هو لوحده اللي تنزل التلت. كدب خيبه كفاءه، ما جانيش اي خبر خالص. ما جالكش خبر ازاي وانت على طول داخل في زوارقهم وزوارق زوارقهم كمان؟ المره دي مكتمين على الاخر يا كفاءه، ولا خلوني اعرف اي حاجه من اللي في ضميرهم خالص. دي موجة بقى وجاية تغرق شيحة الضو، لكن حسابها خرم، لأن شيحة الضو جبل لا تكسره موجة ولا يهزه ريح. بصراحة بقى لقيته عنده حق. إيه؟ معلم شيحة عنده حق يا عم رضوان؟ المؤمن يا بنتي لازم يكون صادق وما يقولش إلا الحق.
ايوه لكن شيحه شيحه ما كانش يقصد شر. واحلف لي ده عايزك في الحلال. حلال شرع ربنا يا بنتي اللي محدش يقدر ينكره. وما دام بقيتي ارمله وعدت المده الشرعيه من حق اي حد شايف نفسه كفء ليكي انه يتقدم لك. وانا من حقي ما اقبلش ومن حقي برضك اقول لا. في دي عداك العيب. ديننا يا بنتي بيكرم المراه وده حقها وحريتها. بس انا عايز اعرف ايه سبب اعتراضك على شيحه؟ اقول الحق ولا شيء غير الحق يا مؤمنه؟ شيحه ضلالي وفلاتي وما يعرفش ربنا صح. الله ده انت بقى انا ست وافهم نظره الراجل كويس. عيني ما كانتش طالبه حلال ابدا. استغفر الله العظيم من كل ذنب. عيني كانت كلها حرام وطمع. وسعد الله يرحمه قال لي اللي بيصلي وصلاته ما تحسنش اخلاقه كانه ما بيصليش. صح. من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له. بالظبط كده يا عم رضوان. بلك انت لو كنت انا اصلا بقول يا جواز شيحه ده ما اتجوزوش لو اخر راجل في العالم. لا بقى ده انت كده نفره منه رسمي. خلاص يا ستي من حقك. الحقيقه الراجل كان وسطني. خلاص نقول له لا في اسمه ولا نصيب. ايوه وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. الله يجازيك يا صوفية روحك مرحة. حتى أمثالك بيجي بيها من البضاعة اللي بتبيعيها. بنت بلد على حق. قلت لها قبل كده إن كلنا في ظهرك. ماشي يا عم الشاه أنا مستنيك على الغدا ونتفق بقى على النومة والإقامة وكل شيء. بإذن الله. سلام عليكم. مع السلامة. مع ألف السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلام الدنيا دي ما يظلمش فيها حد أبدا طول ما فيها زي عم رضوان وزيك انت يا سحمة. ربنا يرضيك يا صفية. بس انا بصراحة كده واخد على خطر منك. ليه كده؟ عشان ما حضرتش فرح سماح بنته. وبصراحة كده كان في ناس تانيين قلقانين عليك. كان عندي ظروف صعبة مع والدي ووالدتي اللي كانوا مسافرين. لكن مين الناس التانيين اللي كانوا قلقانين علي؟ صلي على رسول الله يا عبد الوهاب. عليه الصلاة والسلام. شوف بقى يا عبد الوهاب احنا جايين لك النهارده في ربطة المعلم عشان نخليك ترجع عن اللي في دماغك ده ونشوف هنتصرف ازاي. احنا جايين نقول لك ان الحب في الله مش حاجه سهله. مش مجرد ان احنا يعني بنصلي جنب بعض في المسجد. والمحبه في الله بتبقى في كل وقت مش كده ولا ايه؟ وبتثبتها المواقف. من الاخر كده عشان ننجز على راي ولادنا الشباب يعني فضك بقى من تخريفه الطلاق اللي طلع في دماغك دي. يا عبد الوهاب مش بعد السنين دي كلها هنفكر في ابغض الحلال؟ مش انا اللي بعت العمر ده كله يا محمود. انا لو حكيت لك التفاصيل انت هتزعل. مفيش راجل في الدنيا يتحمل ده. فما بالك واحد زيي حريص على بيته وعايز يرضي ربه. برضه ما ناخدش بالاسوأ. تعالج الامور بما يرضي الله عز وجل. فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. وانت كمان مش هتبعت حكم واحد ده انت هتبعت حكمين جامدين قوي وعتاوله. انا واخوك عبد المنعم ينفع؟ ازاي بس يا رضوان؟ ازاي دي بقى سيبها لنا احنا. ولا هو يعني اكله بحلقه؟ لا اله الا الله. المعلم شيحه اسمه عمره ما تهز في السوق. اسمع يا حبيبي انت وهو قالوا في المثل عدم المؤاخذه اللي كسف البنت عمه ما يجيبش منها عيال. معروف المثل يا معلم لكن لزومه ايه تقال لنا يا معلم؟ لزومه ان انتوا خليتونا البس في الحيط. اتسببتوا بعدم خبرتكم وشغلكم النواعمي ان لاول مره الكبارات يقطموا حصتي. احنا؟ معقول؟ طب ازاي يا معلم؟ يعني 2 دولارات يعني يا معلم السوق خاستها معاهم يحصل ده كله؟ ما اللي عملوها معايا ليه؟ وعملوا فيا المغرز ده. قول لي يا معلم الحوار ده حصل معاك لوحدك؟ يطلع ايه السؤال ده بقى؟ جاوبني بس يا معلم. الناس الكبيره قصت من حصتك انت بس ولا قصت من حصه المعلمين التانيين؟ المصيبه اني ما اعرفش لكن حاسس كده بمناخيري اللي ما بتشمش غلط ابدا ان القطمه دي تخصني انا بس. يبقى ده مغرز يا معلم. نعم. الحوار اللي بيقولوا لك هيثم ده يا معلم اصلا وبصراحه بقى هو كده جاب لك النهايه. اقطع دراعي يا معلم ان الحوار اللي حصل معاك ده حد بيفتش وراك، حد عايز يعلم عليك، حد بيخونك. واه بقى من الخيانه معلمه اسوأ حاجه في الدنيا خصوصا يعني اذا جات لك من القريب.
ايه يا كفاءة بتبصلي كده ليه؟ ده انا موت الف مرة لو فكرت اخونك. ده انت اغلى من ابويا وخيرك عليا. شوف يا كفاءة، لو خيانة يبقى ملهاش عندي غير سن السطور وجز الرقبة، كلمة واحدة ما فيهاش فصال. يعني انت جربتيه يا لولا؟ اه طبعا جربته. خلاكي فعلا فريش؟ الا فريش دي ده خلاني فريش ونص وثلاث ارباع كمان. يا بنتي يكفيكي انك قاعده مصحصحه ال 24 ساعه في ال 24 ساعه. تعرفي انا اي معلومه في المذاكره بتخش هنا ما بتطلعش ولا بالطبل البلدي. اظن الخبره الطريه دي مش هتقولكوا كلام اوانطه ولا تشتغلكوا بقى. انا اللي اعرفه ان لولا عمرها ما بتكذب ابدا، وانا واثق انكوا هتدعولي السنين. نجرب يا هديل. قشطه يا لولا. قشطه بقى يا دنيا بقى. اتفضل يا جميل. هتدعيلي والله هتدعيلي، هيخليكي اخر روشانه وهتشوفيش نورا دي جامده اخر حاجه، مظبطه لنا الشغل قوي وما يتخافش عليها. نورا مين اللي جامده؟ اقولها هي اللي اجمد موت. اوف اوف ايه يا عم المسهوك انت؟ بقول لك نورا والشغل تقول لي اوف، شكلك هتلبس قريب. طب ما البس ايه، دي حاجه وحشه يعني ولا ايه؟ حاجه حلوه. حاجه حلوه. طب ظبط نفسك بقى المأذون عشان دي هتدبسك رسم. مأذون وماله؟ شغال مأذون مأذون. وده يا سيدي تمن اللي انا وزعته امبارح. مالك مكلدم كده ليه؟ ما انت حلو اهو. مكلدم عشان حاسس برعب وقلق. رعب وقلق؟ ايه يا عم الافوره دي؟ يا هيثم انا من حقي ان انا اخاف على نفسي. من ايه؟ من ان انا ما بقتش قادر استغنى ان انا كل يوم لازم اضرب قرص بحاله من الزفت ده. يا بختك. هيثم انا ما بقتش عارف نفسي. انا ما بقتش انا. كل حاجه فيا بقت متغيره. للاحسن. والله ما بقتش عارف للاحسن ولا للاسوء. ايه يا عم الجو ده؟ الجو. الجو ده يا هيثم واخدني لسكة، والسكة دي انت عارف اخرتها ايه كويس. فكك بقى بلاش اوهام. اوهام؟ يا ريتها تطلع اوهام يا هيثم. شكلها عملتها تاني يا عم شريف. اما انا قلتلك، انا قلتلك 100 مرة بيع الدهية دي وكمل عليها وقتلك كيس شيبسي. يا عم كيس شيبسي ايه؟ ده اخرك سليب يا عم. والنبي بقى بطل انت وهو، اما نشوف هتدور ولا مش هتدور. يا شكلها كده عايزة زقة. احنا لازم نلحق نفسنا قبل ما ليل يخش ونيابه الصحراء تطلع تقطعنا هنا. انا قلت وربنا، انا قلت السفريه دي اخرتها مستديم. الله 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 الله، المكرونه بانها هتعجن وتاثر رقبتك يا رضوان. زود لها ميه. يا رناتك يا حاج رضوان. السلام عليكم. عمر ازيك يا ابني؟ طمني، وصلتوا بالسلامه ولا لسه؟ وصلنا. ايه بس يا بابا، العربيه عملتها معانا، مع صلاجه على الاخر وقفت كده في نص الطريق. ربنا يستر ربنا يستر. دلوقتي بس احنا الظهر فاتنا والعصر داخل علينا واحنا في وسط الصحراء، انا مش عارف نصلي ازاي. القبله يعني ايه؟ احنا هنعمل ايه فيها؟ شوف يا ابني يا حبيبي، اينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. طمني، دارت؟ الحمد لله وشكر لله. يلا بقى صلوا واتكلوا على الله قبل الليل ما يدخل عليكم. بس بقول لك ايه، خليك مع اصحابك في الساحل، مالكش دعوه باختك، سيبها تاخد راحتها مع جوزها، دي في شهر العسل. We'll be right back.
ايوه حاتم خير. منتصر باشا مفتقدينك والله. والله انا اسف ان انا بزعجك بس سيادتك منبه يعني ان لو حصلت اي حاجه مهمه بلغك بيها. اه طبعا يا حاتم طبعا. هي دي عايزه كلام؟ اه انا مش قادر افهم المجرمين دول مش هيبطلوا العمليات الخسيسه اللي بيعملوها دي. اه نفس الاسلوب اللي بتتبعه نفس الجماعه. هنعمل ايه؟ شوف يا حاتم مفيش قدامنا غير ان احنا نضغط في التحقيقات. اه طبعا ماشي يا حاتم ربنا يسهل. انا بكره هكلمك ان شاء الله ولو حصل اي حاجه كلمني. سلام يا نقيب. سلام. الله يبارك فيك. آه ايه يا حبيبي في حاجة؟ التليفون ده في حاجة ضايقتك ولا ايه؟ عملية جبانة حصلت في سينا ضاع فيها 8 عساكر أبرية. اه لو امسك اللي عمل كده بايديا. طب معلش يا حبيبي اهدى شوية. هو انا ايه بقى وش وحش عليك ولا ايه؟ فشل ده انت وشك احلى من الشمس والقمر والنجوم مع بعض. الكلمة الطيبة صدقة. شوف ربك مسهلها على العباد ازاي. الكلمة الطيبة صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. كل تسبيحة صدقة. كل تكبيرة صدقة. كل تهليلة صدقة. مالك يا واد؟ بتبص لي كده ليه؟ أبدا يا عمي. أنا بس بشكر ربي إنه هيأ لي الظروف اللي تخليني أقرب من حضرتك. لا لو على القرب لسه بعيد شوية. بقول لك إيه؟ إحنا ناكل ونتبسط وناخد الشاي كده ونخدم وسيب كل حاجة تيجي في وقتها. يعلم الله يا أحمد إن أنا قلبي اتفتح لك زي ما أكون ابن عمر بالظبط. الله بسم الله بقى ناكل هنقعد نغلي ونسيب الأكل. فهمت كويس اللي مطلوب منك؟ فهمت بس أنا مش قادرة أفهم ازاي الشيطان الملعون دوت يدخل ما بين نبيله وعبد الوهاب بعد عشة السنين دي كلها. اديك قلتيها بعضمت لسانك. الشيطان يا زينب الشيطان. اعوذ بالله. اقول ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. ربنا يجازيك خير على العمل الطيب اللي ناوي تعمله. بس يعني ربنا ما أذنش يتمم الخير على إيدك في المشكلة اللي تخصنا. مشكلة؟ مشكلة إيه؟ يوهو مشكلة دين يا عبد المنعم. الله أنت بنت حلال اطمني. خير فتح الصباغ طمني وقال لي إن هو هيكلمه في الموضوع ده. أصل الدكتور ياسر بيحبه قوي وبيثق فيه وبيسمع كلامه. ايوه يا عبد المنعم بس اللي بنتك قالتهولي. ما هي عندها حق. ايه هتشتري سمك في ميه لكن لما يبقى الموضوع بجد وتشوف قدامها راجل مال وهدومه مركز ومحترم ومستقبله مضمون مستحيل هتقول لا. الا بالمناسبه هي فين؟ ادي الشوكولاته يا عم يونس. تسلم ايديك يا رب. تصدقي بالله يا صفيه لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. والله أنا ما بقيت برتاح للقعدة مع حد غيرك أنت وابنك. وغلاوة النبي القلوب عند بعضها. حكيم أنت زي البلسم والوردة المفتحة كده. الله 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 ده إيه الشعر ده كله.
وحياة ربنا أنا لو راجل ما بطل أتغزل فيكي أبدا ولا تحلقك إن شبه الملايكة. على فكرة خير؟ أنا سألتلك سي أحمد عبد الجبار عن السر اللي ما خلاهوش يجي الفرح. سألتيلي؟ وأنا قلتلك سأليلي يعني؟ إيه؟ يونس ادخل نام يا حبيبي الوقت اتأخر. يلا. في إيه يا صفية؟ في إننا حريم زي بعضينا وبنفهم بعض كويس. أي نعم يا أختي أنتِ متعلمة وبتفهمي عني في حاجات كتير ياما. لكن الإحساسات دي حاجة واحدة. أقطع درعي من هنا إن أنت مايلة لسي أحمد عبد الجبار ومش بعيد كمان يكون قلبك متعلق بيه مش كده؟ أنت ابن حلال يا أحمد ومش خسارة فيك. هو إيه يا عم اللي مش خسارة فيك؟ مش خسارة فيك إنك تدخل صومعة عمك رضوان اللي شهدت أسعد لحظات الكتابة والعلم. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. هي دي كلها كتب في الدين يا عمي؟ لا يا أحمد، هو المسلم لازم يعرف في الدينه بس. المسلم يعرف في الكتب الدينية وغير الدينية. المسلم المثقف اللي عايز يدافع عن دينه بصح يعرف في الدين وفي العلوم كلها، الاجتماع والفلسفة والسياسة والاقتصاد واللغة والأداب والشعر. إلخ إلخ إلخ. على العموم اطمن يا احمد، مكتبتي وكتبي تحت امرك. اي كتب انت عايزها اتفضلها من غير ما تستاذن كمان. وايه الفايده؟ وايه الفايده في ايه بس؟ في احساسي وفي مشاعري. لا حول ولا قوه الا بالله. لزومه ايه الكلام ده بس؟ يا صفية أنا في مليون مشكلة واقفة بيني وبين المشاعر دي. مليون مشكلة مرة واحدة؟ طب قوليلي منهم حاجتين تلاتة. أهمهم بختي وحظي الأسود والاحتمال الكبير إن هو يكون أساساً مش حاسس بيا. أول هام استغفري ربنا سبحانه وتعالى في موضوع الحظ ده. ربنا يا حبيبتي ما بيظلمش حد أبداً. تاني هام محسوبتك كده وهي بتكلموا عنك حست برعشة في عينيه. وديني وما أعبد إن هو ده اللي حصل بالحرف الواحد وما بكذب عليك. أنا برضو مش سهل. ده أنت طلعتي حكاية يا أم يونس. مش برضو هو بيناديلك كده؟ سي أحمد؟ لا سي حسن. سي مين؟ سي حسن يا صفية، الشاب اللي كان بيجيب الخضار والفاكهة واللي بطل يجي بأوامر منك علشان أنت خايفة عليه. أنا؟ أنا أصلي. أنت إيه يا صفية؟ أنت مش لسه قايلة بلسانك دلوقتي إن إحنا ستات زي بعض ونفهم بعض؟ لا يا أبلة دين، أنا وضعي حاجة تانية ومختلف عنك كتير. أنت هتحرمي اللي حلله ربنا؟ مش حكاية تحريم، الفكرة إن أنا بس إن أنا الفكرة إن أنت ضعيفة وبطولك وابنك ده قدامه سنين لسه على ما يشد حيله ويقف على رجله ويكون ظهر ليكي. لا يا أبلة دين، أنا ظروفي غير ظروفك خالص. صح، بس عارفة إيه الفرق اللي بيننا؟ الفرق إن أنا في واحد مستنية منه نظرة ولا كلمة، لكن أنتي في واحد بيتمنى منك إشارة. الانتظار مش هيقف معايا خالص، لازم اقطع عرق واسيح دم في غمضه عين. امرني بس يا كفاء وليك عليا سني ابدع سطور واطيرك رقبه الايديا. قلبت الحوارات كلها في دماغي، لقيت انه ممكن تكون خيانه حصلت ومن قريب. وده مين ده اللي امه داعي عليه وبيفكر يخونك؟ لسه ما فهمتش يا ابن بهيجه تخلع؟ عدم نظر اذا كنت فهمت حاجه. حراره يا ابو الغباء. ايه حراره؟ يا نهار ابو اسود، معقولة دي؟ مفيش حد غيره قريب من الكبارات. بعدين هو غلط غلطة واحنا في اسكندرية،
لما قال ان اللي بيقرروه الكبارات محدش بيعرف حاجه عنه، وفي ذات نفس الوقت قال ان الكبارات جزوا نصيبي للتلت. هرش اللي انا بقوله صح؟ هرش طبعا يا معلم، وطالما قال لي معانا في الصغيره يبقى هيبيعنا في الكبيره. زغراتي قال لي ما انتيش غرمانه، شغت اخيرا فهم. الفضل ليك يا سيد المعلمين، انا بس بقول يعني. بس ايه؟ هتحمرق وترجع برجليك ولا ايه؟ ده انا اقطع رجلي واعيش من غيرها عاجز يا سيد المعلمين لو يوم اخرت لك طلب. انا بس يعني بقول قبل ما نذبح الواد ونجيب النهايه بتاعته نتاكد. ها بقى عاوز تتاكد؟ مش هناخد كتير، ليله واحده يا سيد المعلمين واكون جايب لك النهايه. وبعدها؟ بعدها اذبحه لك بسكينه تلمة ونقرا عليه الفاتحه، ولو انه ما يجص عليه قرايه فاتحه عشان ميت خايف. لا بعدها نفوق للتانيين، سواء اللي في الشارع عندنا او اللي براه. كفاءة يا سيد المعلمين. بشرة خير يا عبد المنعم. خلاص لما تحددوا الميعاد اديني خبر وانا جاهز. مع السلامة. خير الله يا ابو خير. السلام عليكم. اهلا يا برهان يا اخويا، طمني على اخبارك. اخباري تمام الحمد لله يا دكتور، الحمد لله. انت بالذات بقى ليك عندي اكتر من خبر. لا 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 مش هينفع في التليفون، لا لا استحاله. انت مش عندك درس في الجامع بكره؟ خلاص اجي احضره، وبعدين ان شاء الله اعزم نفسي انا على فنجان قهوه عندك ونتكلم ونعرف ازاي نستفاد من الاخبار. يلا اوكي. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم. الله، رسالة جات في وقتها. بكرة هيكون يوم مهم خالص يا مسهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف يا سيدي، اقرأ وقول لي ايه رأيك في الصياغة. صياغتي دي طلقات رصاص. لا وانت السادي، ده زي اسمه لوتوف من اللي انت بتعملها. هو ده بقى اللي حيرعب رضوان دنيا، لان المره دي التهديد مش له بس، للي حواليه كمان. وهو متاكد ان احنا لما بنهدد
بننفس. ايوه بس المرة دي برضه هنبعتها له بنفس الطريقة. أنا خايف يشك في أحمد ابني. مستحيل. أحمد دلوقتي بقى في حضنه ولا يمكن يشك فيه أبداً. القرصة الجاية هتبقى بموته. ربنا بيحبك لأنه عمل الظروف دي كلها علشان تعاشر الناس دي عن قرب. ناس بتراعي ربنا في كل حاجة وفي كل تصرف. ما فيش حاجة بيعملوها ضد الدين ولا الأخلاق. يبقى نعمل معاهم كده ليه؟ نعمل معاهم كده ليه يا شيخ خربطلي؟ ليه؟